بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية طلابنا حبايب القلب وين ما كنتوا ومنين بتحضروني. الله يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله يا رب تكون أموركم تمام. نكمل مع بعض بحصص التأسيس، الحصة الثالثة اليوم زي ما وعدناكم راح ننتقل لموضوع الجذور. بتمنى أنكم تكونوا حضرتوا الحصتين الأولانيات لأنهم كانوا نهضة من تحت الصفر من عند الأرقام والجمع والطرح والريال نمبر والنورمال نمبر وإلى آخره. اليوم إن شاء الله راح نكمل بالجذور. الجذور زي ما بنعرف كلياتنا إنه معظم الطلاب بيخافوا من الجذور. اليوم بدي أفهمكم شو يعني الجذور. أول إشي حبيبي القلب، الجذر عبارة عن إكس إلى أس، بس اللهم بيكون الأس عبارة عن عدد نسبي. طب شو يعني عدد نسبي؟ نسبة. شو يعني نسبة؟ يعني قاعدين بنحكي عن كسر. يعني انا قاعد بقول لك مثلا اول شيء لما بدي احكي لك الاعداد النسبيه، لو قلت لك شو نسبه الطلاب اللي لون شعرهم اشقر عندك بالصف، بتقول لي 20%، كونه احنا مجتمع عربي يميل الى السمار، فبتقول لي 20%. فالان بتقول النسبه هي 20%، يعني نسبتك 20%. شو يعني 20%؟ يعني 20 قسمة 100. فهذا كلمه نسبه اتت الى الاعداد النسبيه، والاعداد النسبيه تعني الكسور. فاذا الجذور هي اكس ولكن اسها بيكون A على بي. A على شو؟ على بي. اكس اس كسر. طيب الان في الحلقه الماضيه او في الحصه الماضيه اخذنا اذا كانت الاس السالبه تقلب الى المقام فتصبح موجب، هذا عملنا فيه. اليوم بدنا نتعلم كيف بدنا نحول من اس كسر ونرتبه لجذر، وبالعكس نرتب من الجذر الى الاس الكسر. طيب الآن بتيجي يا غالي على الآتي، بتحول الإكس أس A على بي لجذر الإكس. هلأ الداخل A والخارج B، حلو؟ بتقول لي حلو. طيب نكمل. لو مثلا كان عندي إكس قوة 5/2 وبدنا نحول من إكس، وقلت لك رتب لي يا جذر، طبعا لازم إذا كان الأس كسر هاي بتكون اعتبرها بردانة، بدنا نلبس الاكس كسر، نلبسها جذر تلبيس. الداخل بيكون 5 والخارج 2، هيك اموري تمام التمام. طيب كمان مره، لو كان في عندي اكس قوه 3/7 بنفس الطريقه، اذا كان الاس كسر وبدنا نحوله لجذر مباشره بتحط جذر وبتحط الاكس بالنص او الاكس جوا الجذر. الداخل بيكون 3 والخارج كم شباب؟ الخارج 7. فهيك يا شباب ويا صبايا التحويل من الأس الكسر إلى الجذر، معناته عرفنا شو قصة الجذور في الرياضيات. طيب الآن لو طلبت منك بالعكس حول من صيغة الجذر إلى صيغة الأس، طبعا هاي الجذر الخامس للإكس تربيع، الجذر الخامس لإيش؟ للإكس تربيع. تعالوا نشوف كيف بدنا نحولها. بتقول يا غالي إكس الداخل 2 والخارج 5، الداخل 2 والخارج كم؟ والخارج 5. طيب نيجي على اللي بعديها، الجذر التكعيبي للاكس وبدي احولها لاس، بنقول اكس الداخل كم؟ ما في داخل. اذا كان ما في داخل هذا لا يعني انه صفر، الاس لا يكون صفر الا اذا كان فيش وجود للاكس، لانه احنا كلياتنا عارفين انه اكس قوه صفر شو بتساوي؟ 1. فاذا ما بكتب الاكس اذا كانت الاس صفر. فإذا كانت الإكس ما عليها أس يكون الأس إيش؟ 1. شو بيكون الأس؟ 1. فإذا إكس أس الداخل 1، الداخل 1 على الخارج 3، على الخارج شو يا إخوان؟ 3. هذا هو التحويل من الجذر إلى الأس. الموضوع اللي بعده اللي هو الجذر التربيعي للإكس. طبعا في طلاب كثير بيقول لك الأس الداخل 1، آمنا إكس أس الداخل 1، طب الخارج بيقول لك 1. غلط. شوف اقل اس او اقل جذر في الرياضيات هو الجذر التربيعي، لا يوجد جذر للواحد، لا يوجد للجذر اس الرتبه 1. فاذا كان الجذر هذا بالطريقه هذه هذا يكون جذر تربيعي، يعني الجذر اللي ما بينكتب عليه رقم اللي ما بيكون له رتبه بيكون جذر تربيعي اللي هو اس 2 او جذر الثاني. فاذا الداخل 1 والخارج 2 وهيك بتكون اموري 100%. فاذا بدنا نتعلم كلياتنا اذا كان في عندي جذر يا ربابعه للاكس قوه 5 مباشره بدك تعرف انه الجذر اصغر جذر في الرياضيات جذر تربيعي. فاذا بصير عباره عن
اكس قوة، الداخل 5 والخارج 2. جميل جدا، واضح يا شباب؟ بتقول لي واضح. طيب نيجي الآن على السؤال. طبعا عندي كثير وقليل أسئلة وبدنا نحلهم أنا وياك سويا. طبعا أنت بالدوسية حاول أنك تفرغ دوسيتك وتشتغلها، وأي طالب بده الدوسية مفرغ له حتى يحل، برضه يبعث لي ما عندي مشكلة، ولكن الأفضل أنها توزع محلولة عشان الطلاب يتأكدوا من الحل. وهيك بعمل بدوسية الأدبي وبدوسية العلمي أيضا، أني بوزع دوسية على الطلاب محلولة وأنت حل براحتك في البيت على دفتر. يعني موضوع الكتب انك تكتب على كتاب او تكتب على دوسية، هذا الموضوع انا ما بحبه صراحة. بحب انك تكتب على دفتر. جيب لك دفتر كبير سميه دفتر الرياضيات لأستاذ احمد رواوة، وبلش اشتغل معاي من التأسيس واشتغل شوي شوي في المادة. تمام استاذي؟ بتقول لي تمام. نيجي الان حول ما يلي. اذا كان جذر حوله لأس، واذا كان أس حوله لجذر. تعالوا نشوف شوي شوي. الجذر التكعيبي للإكس تربيع، مباشرة بتحط إكس وبدك تشلح الجذر. الداخل 2 والخارج كم؟ 3. ايه والله اصلا نفهم شو يعني جذر. ممتاز. لو بدنا جذر التربيعي للاكس تكعيب، بتقول اكس الداخل 3 والخارج 2. الخارج 2، هيك بتكون انت ممتاز. طيب جميل جدا، ايوه نكمل يا حبايب. لو كان عندي اكس اس 1 على 2، بتقول يا غالي جذر اكس شو الداخل؟ بتقول الداخل 1. شو الخارج؟ 2. وهيك بتكون اموري تمام التمام. نيجي على بعديها، اكس اس 1 على 3، بتحول الاس الكسر الى جذر، تحط جذر اكس الداخل 1 والخارج 3، يعني الداخل على الخارج. صارت سهله. تعالوا على هاي. لا 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 تتسرع. طيب بدي احولها، عادي احولها ما فيش مشكله، بس بدك تنتبه انه هون الاس سالب، فاذا كان الاس سالب يعني له معامله خاصه اللي هو بتقلبه على المقام. طيب اول شيء خلينا نحولها بالله، تحط الجذر اكس الداخل سالب 1، الاس الداخلي سالب 1 والخارج 2. هسه في طلاب بقول لك يا ربابا يا زلمه حاط جذر تربيعي جواته عدد سالب، هذا ليس عدد سالب، هذا اقتران اس سالب، لا يعني انه عدد سالب. العدد السالب إشي بيكون سالب 5 ماشي، لو قلنا لك الجذر الخامس لسالب 1 ماشي يصب علي، او لا مش الجذر الخامس، لازم يكون الجذر الرابع، جذر زوجي يعني. هسا شوف الجذر الزوجي، زوجي في الرياضيات لعدد سالب لا يجوز. طبعا قاعدين بنحكي مع طلاب العلمي والادبي، بس لقدام في عندنا وحده بالعلمي اسمها الاعداد المركبه، هاي الاعداد المركبه بتهتم بهاي المواضيع اللي هو الجذر الزوجي لعدد سالب. فاذا انت مباشره لما يجيك جذر التربيعي للاكس اس سالب 1، كن على قناعه تامه انه العدد مش سالب، هذا يعني انه الاس سالب بس العدد غير معروف، العدد اكس. تمام؟ بتقول لي تمام. طب الان استاذي انا احترت الحصة الماضية، قلت لي لا تسلمني أس سالب، واليوم معطيني أس سالب، طيب ما هو بدي أكمل، شو بدي أعمل؟ هلا هاي الجذر التربيعي للإكس أس سالب 1 شو مقامها؟ بتقول لي مقامها 1. فعشان أرتب الأمور أكثر، بنزل الجذر التربيعي للإكس أس سالب 1 في المقام. فبتصير الجذر التربيعي للإكس قوة سالب 1 موجب 1. شو ظل فوق شباب؟ ظل 1، إذا هيك الحل 100% بيرفكت، ما في أي مشكلة. تمام استاذي؟ بتقول لي تمام. طيب نيجي على السؤال اللي بعده، اكس اس سالب 1 على 3 شو بتعمل؟ بتقول يا حلو الان اول شيء بدي احولها لجذر، بتحط جذر اكس بتحطها بالداخل، الداخل سالب 1 اس سالب 1 والخارج 3. ممتاز. طيب وبعدين يا استاذ؟ وبعدين يا عمي عندك الاس سالب، الجذر اس سالب، فشو بتعمل؟ بتقول يساوي، تحط بسطه مقام، الجذر كله بتنزله في المقام، اكس بدل سالب 1 بصير موجب 1 لانه تحرك من البسط الى المقام، واذا تحرك من المقام الى البسط بنفس الطريقه. شو ضل فوق؟ ولا شيء يعني ضل 1. تمام استاذي؟ بتقول لي تمام التمام باذن الله تعالى. طيب دقيقه واحده خلينا نطلع الاله الحاسبه. نكمل يا شباب، بس جبت اله الحاسبه ورجعت لكم، طبعا انتم صرتوا من اهل البيت فيش داعي انه نقطع الحصه وكذا، جبت الاله الحاسبه ورجعت لكم عشان اعلمكم كيف بدنا نعبي الجذور. هلا الجذر التربيعي كل الطلاب بيقول لك اموري ماشيه 100% فيه، عادي بعبي. طيب تعالوا نشوف مثلا السؤال الاول، جذر الاربعه طلعوا، ها
تعالوا علي، تقدر بالآلة الحاسبة اللي بتكون K82 من رقم 82 ترميزها. بدك جذر الأربعة يا حلو، بتحط هي 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 الجذر، شايفينه هي الجذر، وين الكاميرا هي؟ هي الجذر، هاي الكبسة الجذر والأربعة، بيطلع الجواب قديش؟ بيطلع الجواب 2. فهي عندك في الدوسية جذر الأربعة تساوي 2، إذا حلي صح 100%. نيجي على الثانية نفس الشيء، بدك جذر 16، هاي جذر 16، تحط الجواب بيطلع 4، بيطلع قديش الجواب؟ 4. هاي جذر 16 تساوي 4. هسه في حركة ذكية جدا بحكي للطلاب دائما، مثلا أنا هلا بدي جذر ال 25، بدي جذر ال 25، بدك ترجع تكتبه من البداية أنت حر، ما في مشكلة، بس في طريقة أسرع. شو هي؟ الآن أستاذي شايف ال 16 هاي تكبس على، مش أعطاك جذر 16 تساوي 4، بدي أرجع أكتب مسألة ثانية بس بدي أخلي الجذر، شو بعمل؟ بحط كبسة اليسار، بصير المؤشر هذا يرمش عندك، بصير المؤشر شو ماله؟ يرمش، صح؟ طيب بتحط ديليت مرة، هاي حذفنا الستة، كمان مرة حذفنا الواحد. الآن أنا بدي جذر ال 25، جذر ال 25، إذا الآن بحط 2 5، بيطلع الجواب عندي يا غالي 5، وهيك بتكون الأمور تمام. والله كل الطلاب ماشي أمورهم بهذا الموضوع، ولكن لو بدي مثلا الجذر التربيعي للأربعة تقريب، تعال أفرجيكم كيف نكتبها أستاذي. طبعا في طلاب كثير بتقول لك 4 أس 3 يساوي 64، الجذر التربيعي 64 8، يعني صح مش غلط، ولكن خلينا نتعلم على السريع كيف بدي أعبي جذر التربيعي للأربعة تقريب. بتيجوا على الآلة الحاسبة، ها جذر، طبعا انا بدي احط اس، ما مزبوط، بدي احط 4 اس 3، فدرءا للمشاكل شو بعمل؟ بحط، بفتح قوس عشان اعبي جوا الجذر اللي بدي اياه، يعني بدي احط اشياء جوا الجذر، مش بس رقم، بدي احط اشياء، بفتح قوس واكتب اللي بدك اياه. هلا بدي 4 اس 3، سكر القوس، تعطيك الاجابه مباشره اللي هي 8، وهيك بيكون جوابي صحيح 100%. هاي بالنسبه للاولى. نيجي على الثانيه، الثانية الجذر التكعيبي، انتبه، الثانية الجذر التكعيبي، في طريقة، طبعا أنا هلأ هون في عندي الجذر التكعيبي، هيو طلعوا علي، هيو موجود فوق كبسة الإكس تكعيب، موجود الجذر التكعيبي باللون الأصفر، بدي أعلمكم الطريقتين باللون الأصفر. إذا هلأ أنت بدك اللون الأصفر بدك تكبس شيفت، ليش؟ لأنه شيفت باللون الأصفر، صح؟ فبتكبس شيفت وبتحط على الكبسة عشان تعطيك اللون الأصفر اللي فوق فيها، بتعطيك الجذر التكعيبي للإكس، هاي الطريقة. طيب هلأ بدي أنا 8 تربيع جواتها، بفتح قوس وبكتب 8 تربيع، طبعا في عندي تربيع مباشرة بس أنا بحب أحط أس 2 أحسن، يعني عشان تتعلم على كل الأسس وتخلص من المشكلة. إذا بطلع الجواب إيش؟ بطلع الجواب 4. طيب أستاذي العزيز بدي أعلمك طريقة ثانية، طب هل بقدر أكتب هاي بعد التحويل؟ بقدر، تعال نشوف. بتقول يا حلو بدك 8 أس 2 على 3، بتكتبها زي ما هي، ها تفتح قوس، تفتح قوس 8، سكر قوس أس. هلا الأس عندي عبارة عن كسر، وبدك تنتبه هاي الآلة الحاسبة اللي بإيدك مش سمارت، يعني مش ذكية، فأنت نقلها شوي شوي. طيب كونه شوي شوي عشان أوضح لها الصورة، إنه أنا بدي 8 أس 2 على 3 كاملة بالكسر، شو بعمل؟ بفتح قوس بالأس عشان أعبي اللي بدي إياه، وبكتب 2 قسمة 3. في طريقة ثانية، حط ديليت 2 على، هي AP over C اللي هي على، اللي هي AP over C على 3، وبذكر القوس بطلع معي الجواب كامل مكمل اللي هو قيمته 4. فبتقدر تعبي على الجهتين أستاذي، تعلموا معي على الحاسبة من البداية عشان تكون أمورنا تمام التمام. نيجي على الثانية، هاي جذر 9 ضرب جذر ضرب ال 25، نفس الشيء جذر، بدي أحط عملية حسابية داخل الجذر التربيعي، فبفتح قوس عشان المشاكل، بقول 9 ضرب 25، سكر قوس، بطلع معي الجواب 15. هاي شايفين بعد المرار والتعتير هذا طلع معي الجواب 15، وكلنا لازم نكون عارفين، انسى الحاسب شوي، أن الجذر بما أنه أس يوزع على الضرب وعلى القسمة، اكتبوا لي هاي الملاحظة عندكم، الجذر يوزع على الضرب ويوزع على القسمة ولا يوزع على الجمع وعلى الطرح، بدنا ندير بالنا من هذا الموضوع، تمام؟ بتقول لي تمام. نيجي على اللي بعديها، الجذر التكعيبي لل 8 على 27، طبعا كلياتنا عرفنا انه شيفت كبسة الاكس تكعيب بيطلع عندي الجذر التكعيبي، شيفت
كبسة الاكس تكعيب، لانه هذا اصفر وانا بدي الاصفر الفوقي، فبحط شفت قبليه عشان يطلع لي الموضوع اللي بيقول الاصفر. في طريقة ثانية، الان بدي الجذر التكعيبي ونسيت كيف اطلعه، نسيت كيف اطلعه. شباب صبايا، في عنا الجذر رتبته اكس، شايفينه الجذر رتبته اكس هيو فوق الاس بالاصفر كمان، فباجي بحط شيفت وبحط كبسة الاس بطلع لي جذر الاكس. اوكي، هلا في اشي قبله لازم نعمله، شو هو؟ نختار الرتبة. فبتحط ثلاث، اخترنا الرتبة ثلاث اللي هي الجذر التكعيبي بدي انا، فبحط ثلاث وبعدين بنحط شيفت كبسة الاس بطلع لي ثلاث الجذر الاكس لا اللي بدك اياه. فهلا هاي الجذر التكعيبي وكمان ايضا هاي الجذر التكعيبي، بس قلت اشتغل على اللي بدك اياه. انا بعطيك اكثر من طريقه عشان تكون ملم بالحاسبه هاي. طيب الان بدنا نعم ب 8 على 27 بنيجي بنفتح قوس، لانه في عمليه حسابيه في قسمه، فبنفتح قوس 8 تقسيم 27، سكر القوس بطلع معي الجواب 0.6666. ايه يا عمي مش نفس الجواب، صلوا على حضرة النبي. كيف بدنا نحول الرقم العشري الى رقم كسري بكبستين او بكبسة على الحاسبة؟ كيف تيجي بتحط، شايف هاي دي دي اوفر سي، شايفها بالاصفر مكتوبة فوق الاي بي اوفر سي، دي اوفر سي يعني عندك اياه بسط اندر مقام، بسط فوق مقام، بسط فوق مقام بس. فشو بتعمل؟ بتحط شيفت اي بي اوفر سي، بتطلع لك 2 على 3 مباشرة زي الجواب اللي مكتوب في الدوسية. واضح استاذي؟ بتقول لي ممتاز جدا. طيب فرضا الان لو طلبت منك يا طالبي العزيز الجذر الخامس لل 32، بتقول لي والله يا رباب على الجذر الخامس لل 32، انت قبل شيء قلت لي اي جذر بدك اياه اول شيء بتحدد رتبته. ممتاز، حطينا 5، بنحط شيفت كبسة الأس، هذا صار الجذر الخامس، بدك 32، أي 32؟ بطلع الجواب 2، ها إذن 2، خلصنا. شايفين ما أسهل الموضوع؟ والله طلع سهل. طيب لو بدي رباط على الجذر التكعيبي أو الجذر السابع للتسعة، عادي جدا، تعال هلأ بتحط بدك الجذر السابع، أوكي؟ فبختار الرتبة 7، بعدين شيفت كبسة الأس صار الجذر السابع وبتحط 9، بطلع الجواب. هلأ أنا بدي إياه مش عشري، كان بالآلة الحاسبة بالضع دائرة بالوزارة كان عدد كسري، شو بعمل؟ بحط شيفت اي بي اوفر سي، ما في إلها شيفت اي بي اوفر سي، فبكتبها زي ما هي. إذا ما طلع لي على صورة كسر اعرف إنه هذا الرقم لا يكتب على صورة كسر، فبتركه زي ما هو. طبعا هو يكتب ولكن الآلة الحاسبة مش قادرة عليه، فخلص بتركه زي ما هو. هاي الأرقام الصعبة كثير، الوزارة باخذوا أول 3 أرقام يعني 1.368 وكثر الله خيرك. تمام أستاذي؟ بتقول لي تمام. طيب والله إنه الأمور إن شاء الله ممتازة لحد الآن وما فيش أدنى مشكلة. طيب ننتقل الآن للموضوع اللي بعده. يا أبطال يا شطار يا حلوين جيل 2007 وجيل 2008، أستاذ العزيز بدي أشرح لك اليوم موضوع بسيط جدا وهو الفرق بين مربعين. تحليل الفرق بين مربعين. أول إشي بدي إياك تعرفه، بدي إياك تفهم شو يعني كلمة الفرق. كلمة الفرق أستاذي يعني إذا في عندي الآن شباب اثنين حلوين، واحد اسمه قاسم واحد اسمه علي. قاسم طوله 160 وعلي طوله 170، قديش الفرق بيناتهم؟ هذا 160 وهذا 170، قديش الفرق بيناتهم؟ بديهيا راح تقول لي 10، مع انك مش عارف شو العملية الحسابية اللي اجريتها. استاذي كلمة الفرق في الرياضيات تعني ناقص التمييز. طب ناقص فهمناها، الفرق يعني ناقص ومجموع يعني زائد. شو يعني مربعين؟ افرض يا صديقي العزيز، ركزوا معي، هذا بتحتاجوه علمي وادبي. في عندي مربعين، في عندي شو يا اخوان؟ مربعين. كلنا بنعرف انه المربع
يعني جميع أطوال أضلاعه متشابهة، يعني إذا هذا طول ضلعه إكس هذا إكس هذا إكس هذا إكس، واضح جدا. ولنفرض أن هذا المربع طول ضلع واي، شو مساحة المربع الأول؟ مش مساحة المربع تساوي الضلع أس 2؟ تقول لي آه. فإذا أنت قاعد بتحكي عن مساحة المربع الأول الضلع إكس أس 2، اللي هو الضلع ضرب الضلع، اعتبره مستطيل الطول في العرض. طب ما هو مربع، المربع يعني الطول نفس العرض، يعني الطول إكس والعرض إكس، يعني إكس في إكس إكس تربيع ناقص. اعتبر بدي أوجد مساحة المربع الثاني نفس الطريقة، إذا الطول واي العرض واي، فالطول في العرض واي تربيع، مش 2 واي أخذناها. ارجع احضر الحصة الثانية إذا بتخربط، بموتك موت. بدنا نمشي على أساس ثابت، بدنا نمشي على نظافة. في إشي مش فاهمه ارجع الحصة القبلية، حسيت حالك عكيت ارجع الحصة القبلية، حسيت حالك ضعت ارجع لأول حصة. تمام؟ تقولي تمام. طيب شو المطلوب؟ المطلوب انك تحلل الاكس تربيع ناقص واي تربيع. كيف التحليل؟ تفتح قوسين صغار، اي شيء تربيعي في الرياضيات سواء عباره تربيعيه او فرق بين مربعين، تفتح قوسين صغار قد بعض. اول شيء اكس تربيع، شو تحليل الاكس تربيع؟ يعني هي عباره عن اكس في اكس، بتحط اكس هان واكس هان. ثم تاتي الى الاشاره، مين الاشاره؟ ضرب الاشاره عشان تعطيني سالب. شو تحليل السالب؟ سالب في سالب. غلط، موجب لأنه بطلع. السالب ناتج عن ضرب إشارتين مختلفتين، يعني يا سالب في موجب أو موجب في سالب. طبعا على الحاسبة إذا بتحط موجب في سالب تعطيك إيرور، تصير تسب. فديروا بالكم، هذا بدك تعرفه أنت، يعني توجيهي لنفوت على الجامعة ما ضلش فيها مزح. فهاي الأمور البسيطة أخوك الصغير أو أختك الصغيرة بتسألك عنها، إذا ما عرفت تجاوب تنفضح، تسود وجهك، أقول لك توجيه وضرب وطرح، وبتحلم لي إنك تروح طب، ولا بتحلمي لي تروحي محاماة، ولا بتحلم لي تروح على الآي تي وأنت مش عارف شو ناتج تحليل السالب. تقول له السالب إشارتين مختلفتين، أكتب عندك السالب إشارتين مختلفتين. طب الموجب عكسه، إشارتين شمالين، نعم متشابهتين، أحسنت. طيب برافو. فإذا يا رباب على ما بدي أحلل السالب، يا سالب في موجب أو موجب في سالب ما بتفرق. طب شو تحليل الواي تربيع؟ واي في واي، جميل والله تمام، فاهم شوي، بس يعني شو بدك؟ تعال نشوف. أول إشي لو كان في عندك إكس تربيع ناقص 25، لما يكون تربيعي بدك تفتح قوسين صغر. طبعا مين اللي بيحدد انه تربيعي؟ اقوى اس في السؤال. اعيد، كيف بدي اعرف اذا العباره اللي قدامي تربيعيه ولا تكعيبي ولا اس الرابعه ولا من الدرجه الخامسه؟ اقوى اس في السؤال، اذا بتتذكروا انتم بالصف الثامن كنا نرتب حسب الصيغه العامه. وما هي الصيغه العامه؟ ان نرتب من اقوى اس لا عند الثابت، اللي قوته قديش الثابت؟ قوته صفر بتكون، اللي هي الاكس اللي مع الثابت، ما هي اكس الصفر لانها واحد، واحد ضرب الثابت، الثابت نفسه، افهم واسمع. طيب فاذا كيف بدي اعرف انها تربيعيه؟ اقوى اس في السؤال، انتهى. شو تحليل الاكس تربيع؟ بتقول لي اكس في اكس، يا سلام. شو تحليل السالب؟ بتقول لي سالب في موجب او موجب في سالب. طب شو تحليل 25؟ 5 في 5. لو في طالب طبل اجى قال بدي افتح قوسين، ال 25 5 في 5، السالب سالب في موجب، الاكس تربيع اكس في اكس، هل هذا الكلام صح ولا لا؟ بتقول له مباشره غلط. طب مين حكى لك يا رباب؟ انت قاعد بتدون علينا يا زلمه، انت بتفكرني؟ لا بدنا نفكر. ليش؟ ليش؟ استاذي ارجع اضربهم، ارجع اضربهم في بعض، راح يطلع ناتجهم 25 ناقص اكس تربيع. يعني ما هي نفسها يا رباب، عمالك يا زلمه، هي نفسها؟ اتق الله عز وجل. السبعة ناقص خمسة اثنين، بس الخمسة ناقص سبعة سالب اثنين، فرق. بكرة إذا صرت محاسبة بشركة، في فرق شاسع بين الاثنين مليون والسالب اثنين مليون، في فرق شاسع إن يكون معي ألف دينار، إن شاء الله يصير معي ألف دينار، أو يكون علي دين ألف دينار، كارثة. ففي فرق بين الإكس تربيع ناقص 25 والخمسة وعشرين ناقص إكس تربيع،
أعيد؟ تقول لي عيد. إخوان يوجد فرق بين كيف بدي أفهمك إياه؟ مش عامر وحفيظ اللي جبناهم هون؟ مش واحد 160 واحد 170؟ مش قلت لي الفرق بيناتهم 170 ناقص 160؟ بتقول لي 10. طب شو الفرق بين هذا وهذا؟ بتقول لي 160 ناقص 170. 160 ناقص 170 صار سالب 10. هو في طول سالب؟ طلاب العلم تعالوا معي على جنب. في طول سالب اللي هو بنسميه المسافة السالبة اللي هي الإزاحة. طب الطلاب الأدب تعالوا معي، في طول سالب؟ لا. لا. خلاص تفتيش. يعني أنت كعلمي لا تفكرش حالك أنك بدك تفتي بهذا الموضوع. في فرق بين الإكس تربيع ناقص 25 وال 25 ناقص إكس تربيع. في فرق. فإذا بدك تحلل، إذا بلش بالإكس حلل بالإكس. بلش بال 25 حلل بال 25. لا تقعد تفتي من عندك يعني، لا تقعد تجتهد. الموضوع اجتهادك يكون على أسس ناجحة. يعني هلأ متى بتصير تفكر صح؟ رد أخوك. متى بديك تفكر؟ بعد ما تتأسس، بعد القواعد الثابتة الصحيحة بصير أفكر. أما واحد بعرفش بالدين يصير يفكر ليش الصلاة فرضت على المسلمين؟ غلط. واحد بعرفش بالطقس يصير يفكر ليش اليوم الجو مشمس؟ غلط. انت لازم تاخذ القواعد الاساسيه بالطقس، انه في عندي اربع فصول وفي عندي تقسيم السنه الى كذا كذا، السنه بتبلش من هذا الفصل الصيف، وبعدين بدك تفكر تجتهد ليش الشمس بتطلع بالنهار. مو في اشياء كثير لازم ما تفكر فيها، مسلمات مسلمات. زي انت اسمك عبد الله، اقنعني ليش اسمك عبد الله. اكيد بتقول لي لانه ابوي سماني عبد الله وامي سمتني عبد الله. اسمك حفيظه، ليش اسمك حفيظه؟ لانه امي سمتها حفيظه وابوي سمها. انت بتعرف بس هذا اللي بتفكر بس هذا السبب. السبب لانك مسلم. مسلم يعني انت اسمك نزل يوم ولادتك خلص انكتب عليك اسمك، وانكتب عليك قديش بدك تعيش ومتى بدك تموت ومتى بدك وقديش بدك تطلع مصاري بالحياه وكم ابن بده يصير عندك وشو راح تدرس وشو نجاح. هذا كله معلوم، ولكن معلوم في عالم الغيب. هي مسلمات. بس ما بزبط انا اقول والله يلا انا عمري 50 سنة يلا خلنا نروح اجيب السيارة ودب على الوادي. وقال ليش موتت؟ قال مات. ليش؟ مو عمره 50 سنة. لانك انت اخترت قدرك. ورب العالمين بيقول لك عليه في اقدار سبحان الله تعالى. بدناش نقعد نصير نتعمق كثير، ولكن نفرض انه اعطانا عمر 50 سنة. ماشي ماشي، روحت انا دبيت بالسيارة بالوادي بموت؟ اكيد بموت. مو انت اخترت برضه. الاقدار تغير بناء على رغبة ايش؟ الانسان. كيف؟ انا والله رب العالمين معطيني قدر اني اصير طبيب اسنان. روحت ما قريتش بالتوجيه، كيف بدي اصير طبيب اسنان؟ فهموني اياها يعني. كيف؟ يا سيدي نجحت بالتوجيه، جبت 98 متر، كيف بدك تفوت كلية الطب؟ يا سيدي روحت على دولة ادرس ادفع وانجح. صرت طبيب اسنان، كيف بدك توظف؟ ما انت بتعرفش، كيف بدك تشتغل باسنان الناس؟ ما في السن اكثر الاعصاب موجوده بالاسنان، اذا اشتغلت بسن واحد وضيعته ممكن يروح بين يديك، بتروح قضيه امن دوله فيها. تفكر الموضوع سهل؟ يعني بفكر انه مثلا والله انا حاب اجيب اصير استاذ رياضيات. طبعا بنصحكم اكيد بهذا التخصص الرائع، والله عن رغبه وعن حب دخلته. بنصحكم بدي اصير استاذ رياضيات. لو انا ظليت انا مثلا احمد، لو ظليت قاعد وما قريتش ولا درست شيء وظليت صافين بالكتب، بصير استاذ رياضيات، بتخرج واجيب امتياز واصير جو اكاديمي واصير مدرس واصير معروف واصير الناس تحبني والناس تفهم علي والناس كذا، بصير الي هذا القاعده خلينا نقول؟ لا. ليش؟ لانه انا ظليت نايم. كيف فجاه بده يصير اسمي احمد رمضان؟ شو يعني احمد رواب؟ يعني استاذ الرياضيات والله كثير شاطر، الطلاب بيحكوا عنه كذا هيك، فاهم 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 شو السلافه. ففي قواعد خلاص. لا احنا والله تحمسنا كثير صح، طلعنا الموضوع كثير، خلينا نرجع موضوعنا. تعال خلاص تفلسفش، اللي بحل زيك بدي امزع وجهه، لا تقعدوش تضايقوني بالحصه. طيب نيجي انا حبايبي على اكس تربيع ما اقل 36. يلا افتح قوسين، الاكس تربيع اكس في اكس، اول اشاره سالب السالب تحليل سالب في موجب او موجب في سالب، 36 6 في 6. طبعا مش عارف شو يعني 36 بتحط يا غالي، طلع اسهل طريقه، تحط مش عندك 36 عشان تعرف شو اللي بطلعها، تحط الجذر التربيع ل 36. سوري هاي 63 36 طلع لك 6، اذا 6 في 6. هاي اسهل طريقه. تمام بتقول لي تمام،
وهذا هو الفرق بين مربعين، هذا هو الفرق بين إيش؟ بين مربعين. وهيك إن شاء الله تعالى بتكون أمورك كلها لوز اللوز وجوز الجوز أستاذي. تمام؟ بتقول لي تمام بإذن الله تعالى. إلى هنا نكون قد انتهينا. ملاحظة، مجموع المربعين لا يحلل، هاي ركز عليها ملاحظة يعني قد دراسك، هاي مجموع المربعين لا يحلل. يعني لو جبت لك بالامتحان أو إجاك بالامتحان إكس تربيع زائد 4 حلل لي إياها، مباشرة بتكتب لي لا تحلل. طب ليش؟ لأنه المميز سالب. شو هو المميز يا علمي؟ يلا يا شباب أدبي خلص، بتوقع هيك بتكون انتهت أموركم. خلينا أشرح المميز العلمي. المميز هو بي تربيع ناقص 4 A في C. هذا المميز اللي هو الدلتا. كم حالة له يا ربابعة؟ 3 حالات. إذا كان المميز موجب حل قوسين جذران، يعني حلين، يعني قوسين مختلفان، مخ وأعصاب تلفان. طيب إذا كان المميز سالب لا يحلل. طب إذا كان المميز يساوي 0 جذران متشابهان. تمام يا حلوين؟ تمام بإذن الله تعالى. وإلى هنا تكون قد انتهت حصتنا لهذا اليوم. لا أعتذر على هذا الخط السيء، ولكن تذكروا دائما أن الخط السيء يدل على الذكاء الجيد. وطبعا هاي فتوى من عندي أستاذي، أنا خطي سيء لأني ما كنت أسخ درس العربي 1000 مرة لما كانوا يحكوا لي بالمدرسة. كنت أكره صراحة، بدناش يسمعوني جماعة العربي، بس كنت أكره المواد الأدبية للأسف، وأبدعت في المجال العلمي. فكل واحد رب العالمين اصطفى لأي شيء، وأنت كذلك رب العالمين اصطفاك لأي شيء أنت تركض باتجاهه. وتذكروا يا أصدقاء أن الأحلام التي لم تتحقق تنازل أصحابها عنها. محبكم دائما الأستاذ أحمد الربابعة، نشوفكم في الحصة الجاية.